عارفين أنا بأهمية المشاركة بالمسار السياسي وبضرورة الإصلاح والتغيير عبر صناديق الاقتراع، انبثقت فكرة التحالف الوطني للإصلاح ونجحت في اجتياز المرحلة الأولى ضمن مسار استراتيجي يهدف لنهضة الوطن وكرامة المواطن. لبرنامج ثابت، لإطار ثابت، لتصور ثابت، سنتحرك مع زملائنا النواب والتحكم بنتائج الصناديق التي أنتجت مجالس نيابية ضعيفة أضرت بالدولة الأردنية ومكانتها وسمعتها وأفقدت الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية بأمتها. ولن يحول ذلك الذي حدث دون أن نقول لهم نحن قد جئنا ونمد أيدينا. أرجو الله عز وجل أن يفتح على هذا المجلس. إلا أننا نشعر بشيء من الارتياح لنتائج الانتخابات ونغتنمها فرصة لنبارك فيها للوطن هذا الإنجاز الديمقراطي، حيث قلنا مراراً أن أفضل طرق الحوار هو الاحتكام لصناديق الاقتراع، وقد كان خيارنا في هذه المرحلة المشاركة في قوائم التحالف الوطني للإصلاح لقناعتنا في تأسيس إطار وطني لتشاركية حقيقية بين مختلف الكفاءات الوطنية، وقد كانت مشاركتنا تعبيراً صادقاً عن رؤية واضحة في تكوين رافعة حقيقية لحمل مشروعنا الوطني وإسناده من خلال هذا المشروع مفاعلة في تشكيل الحكومة القادمة وأغلبية. هذا المصطلح جاء على لسان نمد أيدينا وأذرعتنا للدولة الأردنية لمشاركة واسعة على كل صعيد وفي كل السلطات، لأن هذا دورنا، ونحاول من خلال هذه الثلة الطيبة التي أبرزتها إرادة حرة لا محرفة ولا مزورة، لا ترغيبا ولا ترهيبا، أن نجسد أن الشعب مصدر السلطات، نريدها حقيقة ونريد أن نتحرك فيها حتى يلمس الشعب حين يكون نوابه حقيقيين قد جاءوا بإرادة حرة مدى أثرهم ومدى فعلهم في فعل تجسيد مفهوم أن الشعب مصدر السلطات، وما دام الشعب مصدر السلطات فإننا قادمون أن نشارك في السلطات على أوسع قاعدة نستطيع أن نصل إليها حتى نحمل هم الأردن ونجسد فكرة الإصلاح التي رفعناها شعاراً وسنرسخها مضموناً بإذن الله عز وجل، قادرة بإذن الله عز وجل.